وهو الحفل الذي دابت عليه الجمعية كل عام مساهمة منها في تشجيع التلاميذ المتميزين خلال العام الدراسي، إضافة إلى بث روح التنافس بينهم ودفعهم إلى المزيد من البذل بغية التمكن من ناصية العلم. كما تشكل المناسبة فرصة للتنويه بالجهود الكبيرة التي بذلها الأساتذة والمدرسين خلال هذا العام، والشكر موصول للمدارس المتعاونة والمصالح الحكومية المسهلة هذه العملية. أيها الحضور الكريم، يواجه نظام التعليم العمومي في موريتانيا العديد من المصاعب والاختلالات، نجم عنها حالة من فقدان الثقة ووجود حالة تمايز مرئية بين رواد مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي، فهاجر أبناء الميسورين إلى المدارس الخاصة وبقية مؤسسات التعليم العمومي لمن قعد بهم الوسائل عن حجز مقاعد لمؤسسات التعليم الحر. وهو ما حدا بنا في الجمعية إلى التركيز على هذه الفئات من خلال التعليم الذي يشكل دعامة أساسية من دعائم التنمية المستديمة التي بها تتقدم الأمم والشعوب. وعلمنا بهذه الحقيقة الخالدة جاء تنظيمنا لهذا الحفل تحت شعار من أجل تعليم هادف يحقق الوحدة والتنمية ويذيب الفوارق، سعيا لإيجاد نموذج متميز لرعاية أبناء الفقراء والمحتاجين. حضورنا الكريم، بغية خلق شخصية متميزة قادرة على التعليم والارتقاء صالحة لنفسها ومساهمة في بناء مجتمعها، جاء تركيزنا في الجمعية على التعليم والتكوين بوصف البوابة السحرية ومفتاح الأمان في صناعة الإنسان والرقي به إلى مصافي الأمم والشعوب. وحتى لا تظنون أن دورنا في الجمعية هو مجرد لعن الظلام وما أكثر لاعنيه العاجزين عن فعل أي شيء، نقدم لكم خلاصة 10 سنوات من إيقاظ قناديل العلم في سماء المهمشين المحرومين من التعليم من أبناء الفئات الهشة وغيرهم. نظمنا خلال عشرات بل مئات دروس التقوية للمترشحين للشهادات الوطنية، استفاد منها قرابة 12,000 طالب من كافة المستويات التعليمية. كما نظمنا دورات تقوية للتلاميذ ضعيف المستويات خلال 5 سنوات الأخيرة بالتعاون مع المدارس النظامية والمؤسسات الحرة، استفاد منها 7,000 طالب من السنة الثالثة الابتدائية وحتى السنة السادسة، رغم أنهم كانوا لا يكتبون ولا يقرؤون. كما سجلنا مئات التلاميذ المدارس الخاصة مع رعاية مستمرة وتقوية مستوياتهم التعليمية، شيء الذي انعكس إيجابا على أدائهم المتميز وتفوقهم في المدارس.